انتوا عيال البلد الاصيل، انتوا عيال زايد، انتوا عيال الامارات، انتوا مستقبل البلد. مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم هذا البرنامج نصيحه للشباب، ها، من قناه حل الدار اللي هي على يوتيوب، وتلقونها على هذا الكمبيوتر من يسمونه، حطوا على الرابط ولا اللي تلقون شاهد الله. وهذه النصيحه اقول فيها: الشرطي في الشارع صحيان، واقف في الشمس وحران، وطول ليلة والله سهران، كله عشانكم يا أخوان، كله عشانكم يا أخوان. خفوا السرعة يا أخوان لجل الجهال والنسوان، وانتبهوا في كل مكان حتى لا تدعمون حيوان. ترى الحيوان مسكين، تدعمون قطيو ولا تدعمون دابة ولا لا، انتبهوا زي مشان ما تدعمون لا إنسان ولا حيوان. ويا سايق نور قلبك بالإيمان، ويا سايق نور قلبك بالإيمان، وقرالك سورة، قرالك سورة قرآن، وصلي وسلم على العدنان حتى يرضيك الرب الرحمن، حتى يرضيك الرب الرحمن. الشرطي في الشارع صحيان، واجف في الشمس وحران، وطول ليلة والله سهران، كله عشانكم يا أخوان، كله عشانكم يا أخوان. أنكم يوم تشوفون الشرطي يشر عليكم ولا واقف في الشارع، لازم تحترمونه وتوقفون، لأن هذا حاطينه الدولة لأجل مصلحتكم، ها، ولأجل سعادتكم ولأجل صحتكم، عشان إن شاء الله تعيشون بسعادة في هذه الدولة. وأنا أنصح الشباب أنهم ما يخالفون أوامر الحكومة، نعم، أطيعوا الله والرسول وولي الأمر منكم. وهذه النصيحة تراها مجابة للكل، للمواطنين والمقيمين. والحين ما اقول كل فداعة الله، والله يحفظكم ويرعاكم. مع تحيات علي التبيبي بخرخاش من قناة هل الدار.